السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور كريم الحسين. هتكلم النهاردة إن شاء الله عن ماسك رهيب جميل سريع التأثير بإذن الله لمشاكل الوجه والبشرة. لو حد عنده مقابلة، حد عنده مشوار، حد عنده عايز يهتم ببشرته بشكل عام، هيستخدم هذا الماسك بمكوناته البسيطة من مرة لمرتين في الأسبوع. ايه هو الماسك ده وايه هي مكوناته؟ اول مكون هو مكون الخميرة البيرة. الخميرة البيرة مش الخميرة المعلبة اللي بتتحط في العلب، لا، احنا عايزين الخميرة البيرة اللي بتتجاب من الفرن بتاع العيش. وهنجيب ماء ورد، مية ورد، وممكن نستبدلها بالمية العادية لو مش عايز او ما عنديش مية ورد. هنجيب معلقة كبيرة من الخميرة البيرة، وهنجيب 5 معالق مية ورد، ونخلطهم بالخميرة البيرة لحد ما تدوب وتبقى شبه سائلة، ونبدأ نوزعها على الوجه بالكامل بعيد عن منطقة العينين. الدايرة بتاعت العين دي نبعد عنها، ومنطقة الجفون نحط الماسك ده حتى على الأنف وعلى الوجه والخدود، وممكن كمان الرقبة، ونسيبها لمدة نص ساعة على الوجه، وبعد كده نغسلها بمية فترة. ممكن نعمل ده من مرة لمرتين في الأسبوع. طيب الماسك ده هيعمل لنا ايه؟ الماسك ده هيفتح لون البشرة، الماسك ده مع الوقت هيشيل التجاعيد، هيغذي البشرة، هيشيل الرؤوس السوداء، يعالج الحبوب وأثر الحبوب، ويخلي الوش منور، يخلي الوش منور، وهتشوفه وبعد أول تجربة هتحسوا بالفرق. ده الماسك ببساطة، ان شاء الله ينفعكم، وبإذن الله نستناكم في الوصفة اللي جاية بإذن الله. سلام عليكم.